السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف موقع اسمه السيبيلاين، ده بيخليك ترسم حاجات 3D من غير ما تطلع اي برامج خالص، كله اونلاين بالشكل دوت. بتلاقي ادوات سهلة جدا وبسيطة، تقدر تعمل الموديل اللي انت عايزه، تقدر تنحت بعض الاشكال لو انت حابب، وتقدر تدي برومت فهو يحول لك البرومت ده للشكل اللي انت عايزه. SVLine Design هتلاقي حاجات ممكن تعملها 3D بالشكل دوت، ممكن تشتغل مع الفريق بتاعك، ممكن تعمل حركات في انيميشن، دي كلها حاجات ممكن انت تضيفها. ممكن تضيف مثلا ماتيريال ليه، دي بعض الفيديوهات ممكن تشوفها. طيب هنا هتلاقي مثلا الحاجات الخاصة بالاي او اس، ممكن تقول له مثلا عايز اشوف ال 3D خاص بالنظام الاي او اس بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له احنا عايزين نشوف مثلا الاب جنريشن، اهو تقدر تعمل الشكل اللي انت عايزه. دي هنا حاجات بقى خاصة بالاي اي برومت، تقدر تكتب تكست ويعمل لك الحاجة اللي انت عايزها بالشكل دوت، تقول له مثلا اعمل لي موديل، اعمل لي اي حاجة، فيبدأ يعمل لك الحاجة 3D زي ما انت عايز. فدي هتبقى حاجة ممتازة، وده غالبا او مش غالبا ده اللي شغالين عليه في الريفت والاوتوديسك وهكذا. تقول له مثلا عايز كذا مكعب، فيبدأ ان هو يعمله لك. طب اعمل لهم ماتيريال، تكتب تكست فهو يبدأ يعمله لك. AI ترانسفير، فبيقول لي ان في امكانية ان انت تعمل ابجريد ويبقى عندك مشاكل كتيرة. تمام، هنا بيقول لي الاسعار، فقلت له اوكي. طيب ده مثلا ميني روم، ده معمول من خلال البرنامج، خلينا نشوفه. فدي اشكال كلها معمولة من خلال التطبيق، نقدر احنا نلف بالشكل دوت. يعني اللي بيشتغل على 3D Max واللي بيشتغل على البرامج زي بلندر مثلا هيلاقي نفسه ايه شغال كويس مع التولز ديت. ممكن نقول له احنا عايزين مثلا سفير، اهيت كل عنصر موجود الاصل بتاعه هنا، او دي لسته العناصر اللي موجوده في قلب الشكل بتاعنا. هنا هتلاقي كل عنصر موجوده، كل عنصر بتقف عليه بيبدا يجيبه لك هنا، ويبدا يجيب لك الخصائص بتاعته لو انت حابب ان انت تعدل فيه. تقدر تعمل له موف، تقدر تنقل فيه زي ما انت عايز. طيب عايز اضيف عنصر جديد، هاجي هنا اقول له انا عايز اضيف اليبس، او عايز اضيف ستار، او عايز اضيف تكست زي ما انا عايز. عندي هنا عناصر كتيرة اقدر اضيفها، التكست اهوت، هكتب التكست اللي انا عايزه، وهاجي هنا عند الفونت ازود بقى الفونت زي ما انا عايز. اقدر اغير شكل الكتابة اللي انا كاتبها، وهنا ممكن اقول له انا عايز اشوفها برسبكتيف، او عايز اشوفها اورثو. تقدر بعد ما تخلص الشكل تقول له ان انت عايز تعمل اكسبورت، فممكن يديك لينك تشاره مع الاصدقاء، او تقول له انا عايز فيور، فيديك تكست تقدر تاخده تحطه في الموقع بتاعك زي في الورد بريس مثلا. الكود اكسبرت تقدر بقى تاخد ملف الجافا سكريبت وتسيفه عندك. ممكن تقول له انا عايزها كفايل، او عايزها كفيديو، او عايزها ك 3D فورمات جي ال تي في، او جي ال بي، او اس تي ال، او عايز اطبعها اس تي ال من طبع ثلاثيه الابعاد، او عايز ملف اس بي لاين فايل تقدر ان انت تصدره. تقدر ان انت تعمل شير مع الاصدقاء، تمام، بحيث تسمح لهم ان هم يشوفوا الملف ويتعاونوا معاك فيه. فهو بشكل سهل جدا وبسيط تقدر تعمل اشكال مختلفة. تقدر تيجي هنا تقدر تضيف مثلا كيوب بالشكل دوت، وبيديك بقى الاعدادات ان انت تعدل فيه، تعمل له روتيت، تعدل في سكيل زي ما انت عايز.
وكل عنصر تقدر ان انت تعدل فيها.